خلوني اخد معانا على التليفون الاستاذ خالد جمال المنسق التنفيذي للمشروع القومي حياه كريمه. اهلا اهلا اهلا. اهلا بحضرتك استاذ يوسف والساده المشاهدين، مساء الخير لحضراتكم جميعا. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ ربنا يبارك. الحمد لله يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك. حدثني اكتر واكتر عن حياه كريمه. انا كنت بتكلم يمكن في مقدمه بسيطه، ولن توفي هذا المشروع ولو جزء يسير من حقه. حياه كريمه، أنا كنت بقول إنه ده مش بس هيغير في حياة 58 مليون مواطن حاليين، ولكن يمكن عند انتهاء كافة مراحل المشروع ممكن يوصل العدد ل 60 61 مليون في أريافنا، وإنه المسألة مش متعلقة بتغيير حياة أهالينا اللي موجودين في الريف المصري، ولكن هو هيغير حياة كل المواطنين المصريين، لأنه هيبقى في تغيير اجتماعي وثقافي حقيقي بيحصل في مصر. اسمح لي يا فندم ابدا يعني بكلمة السيد الرئيس في المقدمه اللي كانت موجوده طبعا. ان الرئيس كان بياكد ان احنا المشروع ده المخاطر الزمني بتاعه 10 سنين، واحنا ان شاء الله هنقتصر فيه لثلاث سنين ان شاء الله يكون اقل من كده. الحقيقه ان احنا كلنا في حياه كريمه مشينا نفس اتجاه سياده الرئيس، وبنحاول قدر الامكان ان احنا نسلم المشروعات دي كلها في المواعيد المحدده. ان عندنا ملحمه حرفيا في قرى حياه كريمه للمشروعات اللي بتتم، عندنا جنود موجودين على الارض بشكل يومي صباحي ومسائي 24 ساعه بيشتغلوا على مشروعات حياه كريمه. مشروعات حياه كريمه هتغير وجه الريف المصري بشكل عام، ويمكن مصر كلها. زي ما حضرتك ذكرت ان احنا بنستهدف 60 مليون مصري، واحنا طبعا ما شاء الله يعني عندنا الكثافه السكانيه عاليه، فاعتقاد ان احنا لما نخلص المشروع ان شاء الله هنبقى اكثر من 60 مليون مصري. احنا بدانا نجني في الوقت الحالي ثمار المشروع. احنا بقالنا حوالي سنه ونص او حاجه في المشروع، او اقل من سنه ونص. احنا دلوقتي بدأنا نجني ثمار مشروعات قائمة متواجدة، مدارس منتهية واتسلمت، مجمعات خدمية اتشطبت بشكل كامل وعلى أعلى مستوى، مجمعات زراعية، وصلات مية اتغيرت في كل الريف المصري، الكهرباء بقيت بقوة، وفي في في أماكن احنا دخلناها قبل بداية المشروع كانت تعاني أشد المعاناة من الكهرباء، ما كانش فيها لا كهرباء ولا فيها حتى أصلا البيوت نفسها ما كانش فيها كهرباء. حاليا الشوارع اللي موجوده فيها مش مجرد البيوت بس واصل لها كهرباء. احنا بنشوف دلوقتي يمكن حضرتك ذكرت كمان المتطوعين ودورهم. احنا حاليا مش معانا مجرد متطوعين شباب، لا احنا معانا متطوعين طبيعيين من القريه، معانا شيوخ قريه ومعانا سيدات ومعانا اطفال بيشاركوا معانا في المشروع. عندنا على الصفحه الحياه كريمه كميه تعليقات، وسواء ايجابيه بالمشروع او سلبيه او تعليقا على حاجات تخص المشروع او مشاكل موجوده مع المقاولين بنفحصها ونرصدها بشكل يومي، وده يعتبر يعني اهم انواع تطوع. فكره ان يكون في مشاركه مجتمعيه من المواطنين ويبعتوا لنا مشاكل خاصه بالمشروع وتنفيذه، واحنا بننزل بشكل فوري بالتعاون مع الجهات المشاركه واللي منفذه المشروع ونرصد المشكله ونحلها بشكل مباشر وفوري. وده في حد ذاته تغيير في ثقافه المجتمع. طبعا احساس بالانتماء. طبعا احنا عندنا احساس بالانتماء وعندنا احساس بالمسؤوليه كمان. في الاول اول ما كنا بننزل المبادره وكنا بنعمل رصد كان بيبقى في نوع من عدم المصداقيه للمشروع، وكانت الناس بتقول ان احنا لا يا عم انتوا جايين تعملوا ايه وايه اللي بتتكلموا فيه ده. دلوقتي احنا بنتكلم ان الناس موجوده معانا، اللي قدام بيته مشروع بيتابعه ويحافظ عليه، لو في قدامه خامات او معدات خاصه بالمشروع كانها في بيته بالظبط بيحافظ عليها. في كده حاله من المسؤوليه المجتمعيه وحاله من الرضا لدى المواطن عن المشروعات اللي بتقام في القريه او المركز اللي موجود فيه. طب انا النهارده اقدر اقول ان انا عندي ارقام اعرضها على الناس واقولها احنا وصلنا نسب تنفيذ مثلا قد كده في الصعيد، قد كده في الدلتا، قد كده شرق، قد كده غرب الى اخره؟ طيب خليني اقول لحضرتك احنا عندنا المشروعات اللي موجوده في حياه كريمه منقسمه لجزئين مهمين جدا. المشروعات المقامه على سطح الارض زي المجمعات الخدميه والمجمعات الزراعيه والمدارس والوحدات الصحيه والمستشفيات، الحاجات دي كلها نسب التنفيذ فيها وصلت ل 70 و80%. حلو. يمكن المشاكل اللي كانت بتقابلنا او هي مش مشاكل، هي يعني معوقات طبيعيه طبقا لطبيعه القرى اللي موجوده والشوارع الضيقه، هي فكره الصرف الصحي وبعض الاماكن اللي فيها الميه. طيب ليه المشاكل اللي دي بتقابلنا؟ لان احنا عندنا الشوارع ضيقه وهي تعتبر حارات يعني، ففكره التدخل فيها وتوصيل وصلات الصرف الصحي والميه دي بتاخد وقت كبير طبعا. والحقيقه احنا الـ 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 الشركات والمهندسين معانا
بيحاولوا يتغلبوا على الموضوع ده، سواء بالتقنيات الحديثه او التعاون ما بين الاهلاوي وبعضها. لكن بشكل عام احنا عندنا طبعا مشروعات كبيره جدا خلصت وانتهت زي ما قلت حضرتك في البدايه، المجمعات الخدميه عندنا، وده بالنسبه لي مشروع مهم جدا وهيوفر على المواطن يعني خدمات كثيره جدا كان بيتكبد ان هو ينتقل ليها سواء في المركز او في المحافظه. زي مثلا احنا بنتكلم في مجمع الخدمه نسبه التنفيذ وصلت فيه 90%، وفي مجمعات سلمت بالفعل وجهز على التشغيل خلال الايام او الاشهر القليله المقبله باذن الله. عندنا مشروع بيبقى فيه مكتب تموين ومكتب بريد وشهر عقاري وسجل مدني ومكتب وحده الشؤون الاجتماعيه ومركز تكنولوجي. الحقيقه الخدمات دي كلها هتسهل على المواطن، وكمان هتقدم له خدمه يعني تحترم ادميته ويبقى سعيد ومبسوط ان هو بيتلقى الخدمه دي بسهوله ويسر. عندنا كمان المدارس، احنا عندنا يعني بنسب التنفيذ فيها سواء احلال او تجديد او انشاء جديد وصلت لنسب 70 و60%، ودي الحقيقه يعني اعلى من المتوقع في النطاق بتاعها في المبادره. فاحنا عندنا مشروعات كتير جدا خلاص سلمت واشتغلت والناس شافتها على ارض الواقع. كمان هنكمل مع بعض الصرف الصحي وشغالين فيه، وفي اماكن كتيره جدا خلصت. ولكن زي ما قلت لحضرتك، هو طبعا الصرف الصحي هو يعني مشروع تاخر عشرات السنين، ومشروع بدا معانا من مصر في التسعينات. طبعا في بعض الاماكن اتعمل لها احلال وتجديد، وفي بعض الاماكن بدانا فيها من جديد. فده ان شاء الله يعني متوقع نهايه السنه يكون في نسبه تنفيذ عاليه جدا ان شاء الله. يعني أنا إن شاء الله أما هنخلص كل المراحل بتاعة حياة كريمة كده أقدر أقول إنه خلاص أنا خلصت الصرف الصحي في كل ريف مصر، مية حلوة في كل ريف مصر، كهرباء في كل ريف مصر، مش كده؟ ده حقيقي. احنا دلوقتي بنتكلم في نطاق المرحلة الأولى من حياة كريمة، 20 في 20 محافظة و52 مركز، 1477 قرية أم، وحوالي 10,000 تابع. دول إن شاء الله متوقع بنهاية السنة إن شاء الله يكون نسب التنفيذ وصلت فيهم فوق ال 90% باجمالي مشروعات، ودي نسبه تبقى عاليه جدا. كمان احنا بدانا الايام دي نعمل رصد احتياجات للمرحله الثانيه من مراكز حياه كريمه، بنتكلم في حوالي برضه 52 مركز وتقريبا نفس عدد القرى. فان شاء الله احنا هنمشي بالتوازي ما بين المرحله الاولى والثانيه طبقا لتعليم السيد الرئيس، ان احنا ان شاء الله نبدا فيهم بشكل متوازي ونبدا نشتغل وان شاء الله نخلص يعني مرحله كبيره جدا في نهايه السنه ان شاء الله باذن الله. نهايه السنه دي ولا العام المالي؟ السنة دي إن شاء الله 12 بإذن الله. بإذن الله، قدها وقدود. أنا بشكرك جدا وبشكركم كلكم جدا 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 جدا، كل الشكر للأستاذ خالد جمال منسق القطاع التنفيذي للمشروع القومي حياة كريمة.